السلام عليكم مشجعي قناة شوف تي في. في هذا المباشر من مدينة سلا، رمضان كريم للجميع. شكرا لكم على تشبعكم هذا المباشر. باش نستنى مجموعة ديال الناس باش تدخل باش نقراو البلاغ ديال وزارة الصحة. عليكم السلام للجميع. يعني تنتسنى غير شويه واحد المجموعه تدخل باش، ولكن غادي نقرا البلاغ دابا. اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 37 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا الممتزج حتى الساعه 10 من يومه الاربعاء، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه المؤكده بالفيروس بالمملكه الى 4289 حاله. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المنتشر بالمغرب www.covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبي بلغ 27787 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 890 حالة. الحمد لله 190 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة يعني الله يرحمهم 167 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كما كنعرفوا اليوم تسجلت 37 حالة إصابة مؤكدة، يعني الحمد لله حنا في تناقص مع المغاربة. غير يصبروا المغاربة، يصبروا يعني يصبروا وياخذوا الاحتياطات ديالهم ويخرجوا إلا للضرورة القصوى. وحنا دابا في حالة يعني تناقص، يعني 37 حالة ماشي هي 200 ولا 300 ولا 500 ولا 600 ألف، 37 حالة حنا غادي في تناقص. الحمد لله الحمد لله. هادوك اللي تمثلوا للشفاء، يعني الحالات اللي تشافوا الحمد لله 890 حالة، ودوك اللي توفوا هي 167 حالة. الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين. وكنتمنى يعني من المواطنين ياخذوا المواطنين ياخذوا الالتزام، يلتزموا بقواعد النظافة الصحية إن شاء الله، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كما كتعرفوا إخواني أخواتي مشجعي قناة شوف تي في، فاد المباشر من مدينة سلا، يعني كنقول لكم يعني خاصكم تاخذوا الاحتياطات ديالكم وتلتزموا في البيوت ديالكم وما تخرجوش الا للضروره القصوى. كنعاودوها تخرجوا الا للضروره القصوى. وكنحمد الله ونشكره حنا في عدد تناقصي، يعني الحالات ولاو تينقصوا ماشي بزاف. الحمد لله اليوم تسجلت 37 حاله، غدا ان شاء الله ما تسجل حتى شي حاله باذن الله. وغادي نرجعوا وغادي نفوتوا هذا الحجر الصحي ونفوتو وغنوليو بخير وعلى خير وغادي ترجعو كيما كان. وان شاء الله بغينا كاع حتى الجوا ما يتفتحو على الملا. رمضان يلاه بدا، يعني يلاه تقريبا 5 أيام دابا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء ويبعد منا هذا الوباء.
ويحفظنا ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أنحاء العالم، ويحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظكم نتوما متتبعي قناة تي في حفظا بإذن الله، يبعد منكم الوباء والبلاء ويخليكم لوليداتكم. وكنتمنى من الله العز العزيز القدير إذا أراد شيئا فإنما يكون، يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يقدر يبعد من وباء، يعني فرمشة عين غطى ما تلقى حتى شي حالة. سبحان الله الذي بحمده تنحمد الله وكنشكره. يعني دونك حنا خصنا نديرو هادشي بحال شي امتحان، بحال شي راحة استراحية. يعني ساحوا الناس بيوتهم، يعني خداو واحد الراحة. شكرا لك ناس أكادير، مرحبا بك على تتبعك هذا اللايف المباشر من مدينة الصلاح. حنا بدورنا كنبلغ لهم التحية ناس أكادير. تبارك الله عليكم. طبيعي الحال علي الأمين رب العالمين، إنسان يهز الكفوف ديالو الله سبحانه وتعالى العزيز القدير، ويحاول يرفع كفوف الله العزيز القدير، ويحاول يطلب يعني يطلب الله سبحانه وتعالى كما جاء في السورة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. صدق الله العظيم. احنا يعني حالات يعني ناعمة اختي، شحال من حالة؟ يعني 37 حالة. 37 حالة، يعني احنا غاديين في واحد العدد تناقصي. الحمد لله كنشكروه، كان الحمد لله كنشكروه لأن الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. ما احنا خصنا الحمد لله ونشكروه، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر بأنه يفرج كربات المسلمين. لذا احنا خاصنا حاجة وحدة نتبعوها، ناخذ الاحتياطات اللازمة. شكرا هشام العلوي، تحية للناس في فرنسا. احنا بدورنا كنشكروك على تتبعك هذا اللايف اخي هشام العلوي. رمضان مبارك سعيد لك اخ لجميع المقيمين ببلاد المهجر. كما كنقولوا تحياتي من خويا شهبون. شكرا لك، شكرا للناس المهجر، الناس اللي عايشين في اوروبا، تحيه لهم. كنتمنى يرجعوا سالمين غانمين لديارهم المغرب في اقرب فرصه ان شاء الله. احنا ان شاء الله على دخول الصيف باذن الله. كنتمنى الناس اللي في المهجر، يعني العالم ماشي غير المغرب، يعني احنا كنتمنى من العالم يفوز هذه الازمه باش الناس يرجعوا لبلادهم. كاين الاولاد اللي هنا، كاين اللي والديه هنا. بغينا الناس ترفع كفوف الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعوه. يعني الدعوه كتكون مستجابه خصوصا في ثلث الليل. الله سبحانه وتعالى تهبط السماوات، يعني كيهبط السماوات ويقول من، يعني من داعي استجيب له. يعني اي واحد يدعي في هذاك ثلث الليل اللي هو يعني ثلث الليل كما كنعرفوا، مزيان يصلي الانسان واحد الركعات يعني ويطلب الله سبحانه وتعالى باش يرفع لنا هذا الوباء في اقرب وقت. نتمنى من الله سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء. طبيعي الحال هاد الآية، يعني خويا عبد السعد: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني تحيلي. طبيعي الحال خويا، طبيعي الحال آيات يعني صح. يعني إنسان يحاول، طبيعة الحال خويا عادل، حنا طبيعة الحال تنقلبو على الناس اللي ما عندهمش. يعني في هاد حنا كنخدمو على الإطار، وكنخدمو مع الناس مساكن المعوزين اللي ما عندهمش مدخول يومي أو مدخول قاري، أو عندهم يعني كنحاولو ندخلو نمشيو تندخلو للبيوت اللي ما عندهمش مساكن،
كاين اللي ما مستفادش مسكين، كاين اللي مقصح، كاين اللي ما عندوش. عنده الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لأن الله غني حميد. احنا غير وسيلة، يعني كما كان الإنسان غير وسيلة، ما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الرزق لمن يشاء ويؤتي من يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطيك الرزق. أي واحد مشى دار واحد الصدقة أو خير في أي إنسان أو أي بشر أو حيوان كما كان، الله سبحانه وتعالى لا يكون لا اللي مكتب عليه ذاك الرزق. ما يبقاش يقول انا درت الخير في هذا كل انا، ولا انا يبقى يقول ذاك الهضره ديال الانانيه. اعوذ بالله من قولش انا، لان كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا كيظهروا بعض الصور المخله، يعني ناس كتمشي تعطي المحسنين او جمعيات كيمشي نقولوا نقولها بهذا المفهوم، هذه كيطلبوا بالناس، كيطلبوا كيمشيو يتصوروا بالناس، كيمشيو يديو لهم واحد. حنا دابا دخلنا في واحد الموضوع اخر، بعدا كنحمد الله وكنشكرو على هاد تسجيل 37 حاله. المهم سالينا من البلاغ، حنا غندخلو في واحد الاطار اخر، لان ولينا كنشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصور، يعني صعيب الانسان يحط دوك الصور، يعني كيمشيو عند ناس معوزين، ناس فقراء، كلشي فقير، حنا فقراء عند الله سبحانه وتعالى. ناس ما عندهمش كيمشيو يعطيهم واحد البركه، لان بركه ما تتفوتش واقيلا حتى 250 درهم. كيمشيو يعطيوهم البركه وكيتصوروا معاهم وكياخذوا معاهم صور، يعني كنحشم انايا يعني نقول ديك الهضره، لان الانسان اللي كيتصدق الا صدقتي باليمنى ما خاصش اليسرى تشوفك، يعني هادشي غير يديك، غير يديك، ما خصش تشوفك شنو عطيتي اليمنى شنو خرجت لليسرى. ما بالك انت غادي تمشي تدق على واحد الاسر معوزه فقراء مساكن ما عندهمش، عندهم غير الله واحد وحده، وتجي وتعطيهم هذيك البركه وتقول لهم اجيو نتصوروا. بغيت غير نعرف هاد الناس باش كيفكروا، كيفاش من شمن ضمائر عندهم، واش هادو ضمائر حيه او ضمائر عربيه او بغيت نقول لكم واحد، يعني واحد المثال. ما عرفش انا علاش الناس وصلت بهم الوقاحه باش يبداو يصدقوا على عباد الله. وبقى بغيت غير نعرف اخويا زعما علاش هاد الناس يعني كيصدقوا. شكرا خويا عادل الجوهري، شكرا لك، شكرا بزاف عليك، شكرا. انت انا بدوري كنشكرك، بغيت نعرف هاد الناس علاش كيمشيو يصدقوا وتيعطيو. يعني اش نقول لك، علاش باش ينشوف داك التصاور؟ علاش صدقة مخفية؟ طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى شو يقول في الآية، يعني الإنسان خاصو يحاول ما أمكن إلا بغى يدير الخير يدير الخير ويخليه الله سبحانه وتعالى. كاين جمعيات الإخوان، جمعيات يعني كيستغلوا هاد الظرفية وتيبقاو يطلبوا بعبادة الله. الدولة راه مخصصة كل شيء، صاحب الجلالة محمد السادس الله يخلي لنا ويطولنا في عمره قايم بالدور ديالو، هو اللي تيعطي، كذب عليك كذاب. يعني الرجل اللي يعني تنقولو من احسن الملوك محمد السادس نصر الله على هاد الدعم، لانه سمح في الاقتصاد وفضل الشعب ديالو على الاقتصاد. ولكن كاينين شي وحدين الله يهديهم ويهدي جميع المسلمين، كاين اللي ما توصلش ليه حتى بالمعونه. اش نقول لك، كاين ناس ما كيتوصلوش كاع باضعف طبيعة الحال. خاص الناس تصدق في الخفاء، يعني الناس خاصهم يتصدقوا في الخفاء، ولا شي بغي يدير الخير تيديروا لوجه الله، ما كيديروش رئاء الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما كيحسبكش هذيك الصدقة، كتولي يعني كتولي وانتوما تولي إنسان بحال اللي تيتباهى. اللي حنا كنتمناو من الناس اللي كدير شي خير،
يعني الانسان اللي اي جمعيه او اي واحد باغي يدير الخير يحاول يدير الخير بينه وبين الناس، ماشي مشكل. خمسة الحالات اخويا راه غادي في التناقص، يعني ما كاين ايات يعني قرانيه كتدل على الصدق والصدقات. الانسان اللي بغى يدير شي حاجه خاصو يديرها بينو وبين الله، كما جاء في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. في الآية الله سبحانه وتعالى يقول لك: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني الله أي حاجة تدير به الله سبحانه وتعالى به عليم، كما جاء في سورة البقرة: يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كما جاء في الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اسمعوا الآية: والذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مهم ان شاء الله بالليل غنحاولوا نهضروا على الناس اللي كيحاولوا يديروا الصدقه اللي اللي نحشم نقولها بالليل ان شاء الله مع جوايدك 11 باذن الله. خليكم معنا باش غادي نهضروا شويه على الصدقات والخير وعلى بزاف المسائل لان كل شيء مذكور في القران. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.